ويمكن ذكر كذلك الطريقة القادرية، الريسونية والبقالية. كل هذه الطرق ساهمت في تعليم القرآن ونشر الروابط الاجتماعية ونبذ الظلم. تركات الصوفية أثرها في عدة مجالات، في الخط العربي، المخطوطات، الطب ونمط الحياة، وكذلك في الأنشودة العربية. كل هذه الأنشطة هي نتيجة الحضارة العربية الإسلامية اللي كانت في مدينة شفشاون. فن الحضارة الشفشاونية اللي كتميز به المدينة هو فن نابع من هذا التصوف. هو فن صوفي تراثي تمتاز به مدينة شفشاون عن باقي المدن المغربية، ونبعت هذه الحضرة من الزاوية البقالية التي تأسست في القرن العاشر الهجري، وألقات مستمرة هذه الحضرة الصوفية الروحية الربانية تنشد في هذه الزاوية للرجال في الفضاء والنساء في الفضاء الخاص. فاحنا خلقنا في فن الحضرة الشفشاونية مع الأمهات ديالنا والجدات ديالنا في البيوت وفي المناسبات في ولائم وأفراح، وتمتاز الحضرة الشفشاونية عن باقي الأنماط التراثية المغربية الأخرى الصوفية. تتميز أولا بالإيقاع، فهو خاص بهذا النمط. إلى جينا نقوله في الكتابة الموسيقية 16 زمني على 4، كذلك القصائد والأجيال الصوفية منها للشيوخ المحليين لمدينة شفشاون كمؤسس الزاوية البقالية، نجم مؤسس الزاوية البقالية سيد محمد الحاج البقالي، وأشعار وأجيال لي سيد محمد بن علي بن ريسون، وكذلك أجيال لي مولاي علي شاقور. فهذه الأجيال وهذه القصائد تميز هذه الحضرة عن باقي الأنماط الأخرى المغربية. هذا الفن العريق اللي عنده جذوره في التاريخ كان معروف للأسف فقط داخل المنازل الشاونية، وبفضل حبها وشغفها لهذا الفن وبعد ما قامت بأبحاث كثيرة ومتعددة في الأرشيفات وفي جميع المناقب، نجحت الأستاذة رحوم البقالي في نفض الغبار عن هذا الفن القديم وإخراجه من المنازل. لما كملت الدراسة ديالي للموسيقى طبعا تخرجت من وزارة الثقافة على البريدونور في الأندلسي والسولفيج، كنت أنا نوظف هذا المعرفة الموسيقية في هذا التراث، ولكن بشرط أن تكون فرقة نسائية 100%. فجمعت الشتات وجمعت العدد من الشابات، فهذا كان تحدي وكانت تجربة كنعتز بها، واللي في الحقيقة هي تجربة كنعتبرها أنا رائدة. سمحت هذه التجربة لفرقة رحوم البقالي للحضرة الشفشاونية باكتساب مكانة مرموقة بين الفرق الموسيقية، ومكنتها من التعريف بهذا الفن ونشره في العالم عبر أكبر المسارح والمهرجانات العالمية. الاشتغال على التراث لازم نحتفظه على الخصوصية أولا ونحترمه النماط في الخصوصية والقاعدة، لكن هذا لا يمنع أن ننضفه. فأنا التجربة ديالي في هذا النماط هو ضفت ألحان، عززت هذا النماط بألحان. الحمد لله هذه التجربة كانت ناجحة بحيث أن هذا النماط أصبح له إشعاع وطني ودولي، واستحسنوه الناس كثيرة، وأصبح له جمهور عريض سواء في المغرب وخارج المغرب. أيضا حبوه شباب وأطفال أيضا، بإضافات بهذا الاجتهاد المتواضع، بإضافات دائما كما نقولوا إضافات إبداعات في طبوع وأنغام مغربية. فلا بد أن نوسع الريبرتوار ديال الفن الحضرة باش ما يكونش واحد المونوطية أو الملل للمتلقي. لما نقدموا احنا في المسارح
هذا الفن في طهوع وأنغام متنوعة، فلا بد من يكون عنده واحد الاستحسان والحضور أكثر وإشعاع أكثر. بهذا الفن عرفت الأستاذ رحوم البقالي أيضاً باللباس والزي التقليدي للمنطقة اللي رجعت له قيمته التاريخية. الأمهات ديالنا والجدات ديالنا في شفشاون كانوا كيقدموا هذا اللون ديال الحضرة الشفشاونية في البيوت باللباس العادي، اللباس العادي اللي كترتديه أي مرأة في الحفلات عادية. فأنا كنت لما اشتغلت على هذا اللون كنت بالبحث في الصندوق ديال الجدات، الصندوق ديال الجدات في تطوان وشفشاون وطنجة، فقلت علاش ما تكونش هذا التجربة متكاملة كتجمع ما بين الفن الغنائي والإنشاد إلى آخره والموسيقى، وكذلك العين ما بين واحد الزي التقليدي التراثي الأصيل اللي كانت كترتديه المرأة الشفشاونية الشمالية بصفة عامة والشفشاونية بصفة خاصة منذ القرون. هذا الزي الشفشاوني الأصيل تيتميز بعدة قطاع تراثية. أولا القفطان، كان مرتدي في المجموعة ديالي واحد تشكيلة من القفطان، منها لوندريس، منها الحاج عمر، منها قيس وليلى، وهذا على سبيل المثال هذا قفطان الحاج عمر، هذا القفطان موروث عن جدة. وكذلك الحزام دق مقنع، هذا حزام حرير دق مقنع معناه مطرز على شكل دقة الساعة. أيضا السبنية البحر الحرير تهي حاولت نجمع هذا السباني اللي هي قديمة عندها 70 سنة و 60 سنة. فالحراز مطرز يمكن يكون بالأبيض يمكن يكون باللون على حسب القفطان. أيضا الطاكون والجوهر، هذا ما يسمى بالجوهر الفرسانو، الجوهر الفرسانو كيكون موضوع فوق الطاكون، وطبعا الحلي والمجوهرات القديمة، والشربل المغربي كما هو معروف. فهذا الزي كان كترتديه المرأة الشمالية بصفة عامة منذ القرون. على مر السنين أصبحت شفشاون وجهة سياحية بامتياز، كيقصدها السياح لاكتشاف المدينة القديمة اللي كتشكل عامل الجذب الرئيسي للمدينة، وكيكتشفوا أيضا المنطقة اللي كتعتبر واحدة من مناطق المغرب الجميلة والغنية بالمؤهلات الطبيعية. الإقليم ديال شفشاون كيتميز بالنسبة لي أنا اللي كنسميهم لي تخوازيم، المدينة المدينة لا مونتان الجبال ولا ميخ البحر، هادو ثلاثة ديال المكونات اللي يمكننا نخدموا عليهم باش نخلقوا واحد المنتوج اللي هو منتوج متكامل، اللي يمكن مثلا السائح يجي لو بوين النقطة اللي هي ديال النزول اللي هي المدينة ديال الشاون، وعبر هاد ومن الشاون غينطلق يمشي الأقشور اللي هو نقطة مهمة في السياحة اليوم، حيت عندها مؤهلات كبيرة خصها تخدم شوية وتنظم. كاين المحمية الوطنية ديال تلاسمطان والشح لو سابان لا بيس ماروكانا، لي لو سيدر لو سانج لو ماكاك بربير، وكاين التروزيام ام البحر الجبهة سميتو سطيحات بوحمد سيدي يحيى عرب، هادو مناطق خالية فياج مازال ما كاين حتى حاجة، دونك مازال يمكن نخدمو عليها وعندها واحد المستقبل كبير. بالنسبة للسياحة في المدينة ديال شفشاون وقع واحد تطور كبير من أن يقولوا مثلا السبعينات اللي كان واحد النوع ديال السياحة اللي كانوا أوتيلات كبار اللي كانوا مسيرين من طرف معوك تويست. بالنسبة للشاون كان البارادور وكان الأوتيل أسما، من بعد كانوا دي بتيت بانسيون، حتى العدد ديال الناس اللي كانوا كيباتوا في الشاون ما كانش كبير، سورتو كانوا دي زيترونجي لي اسبانيول. شفشاون كانت واحد المدينه ديال باساج،
سواء ليله وحده او لا كيتغداو ياكلوا هذا ويكملوا الطريق الفاس ولا مكناس ولا. وديك السبعينات كانوا مازال واحد لا كليونتيل هيبي اللي كتجي للشاون بوغ باش يكميو وباش يجلسوا باش يريحوا. كانت واحد العقليه ديال السبعينات اللي كانت هي اللي كاينه في ديك الوقت في العالم كامل. من بعد في التسعينات وقع واحد التطور اخر اللي هو دات هذه القضيه ديال لي ميزون دوت. دونك الديور اللي كانوا ديال الشاون اللي قدام بداو كيتصلحوا ويرجعوا رياضات. ودخلت واحد العدد ديال الاجاني واسبان بالاخص شراو ديور وصلحوهم. من انجع الامثله على اعاده تاهيل المنازل القديمه بالمدينه العتيقه وتحويلها الى دور الضيافه دار بيبو. بيبو واسم عائله اصلها من بني حسن ضواحش في شاون، جاءت إلى المدينة واشترت هذا المنزل. آنذاك كانت بعض عائلات المنطقة كتجي لشفشاون قصد تلقين العلم لأولادهم وزيارة أسرهم وعائلاتهم، ولذلك كانوا كيشريوا المنازل في المدينة العتيقة. خلال فترة الحماية الإسبانية هاد الدار غادي تصبح أول مدرسة للفتيات في المدينة. مؤخرا تحول هذا المنزل إلى دار الضيافة وتم إعادة تأهيله وفقاً لقواعد الفن وبدون تغيير شكله الأصلي، مع الحفاظ على خصوصيات المنزل الشوني بما فيه هندسته المعمارية اللي كتميز بوسط الدار، الزليج، الزخرفة والنقش على الخشب والجبس. من بعد وقع تطور آخر بالإشهار بال ديك لا 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 سيغيل اللمنانة، بنات اللمنانة اللي حتى واحد الشعبويه للمدينه ديال الشاون. الناس المغرب كامل كيعرفوا بان ديك لا سيري وكيتبعوها. وقع كذلك تطور اخر وهي الزياره ديال سيدنا الله ينصرو اللي جا في سنه واحده ثلاثه النوبات. وهذا الشيء راه حتى هي عطات واحد، هذاك هو كنظن الانطلاقه الكبيره اللي عطات واحد القوة كبيرة لهاد السمية ديال شفشاون والشاون، وجا كل شيء كيتكب على المدينة. احتفظت مدينة شفشاون بالطابع الأندلسي اللي كيميزها واللي كيسحر كل من زارها. المدينة كتجذب الزائر بهدوء أزقتها وجمال مناظرها الطبيعية وهوائها النقي. الزائر ينبهر أيضاً بالمباني البيضاء التي تم طلاء جدرانها ونوافذها وأبوابها باللون الأزرق، الشيء اللي عطى للمدينة اسم الجوهرة الزرقاء. في سنة 2010 تم اختيار شفشاون رمزاً للمنظومة الغذائية للبحر الأبيض المتوسط من قبل منظمة اليونسكو، كما تم تصنيف المدينة من قبل مجلة السفر كونديناس ترافل في المرتبة السادسة بين أجمل المدن في العالم قبل باريس. الشاون شحال هذه كان في اللون بيات، كانت معروفة غير عند الإسبان وعند الألمان مثلا، هم اللي كانوا كيجيو بزاف. اليوم رجع اللون الشاون الزرق معروف عالميا بالجوهرة الزرقاء كما كنشوفوا هنا. هذا هو اللون الأصلي ديال الشاون في الجير بيات، هو الاصل، هذا هو الاصل الشاون، وهذا الجير بيض، وهذا هو اللون الجديد اللي دخل للمدينة. دونك هنا هذا كانوا كيعملوا شويه ديال النيله شويه باش ما يهرسش الضوء في الصباح العين. هو في الاول كان كيكون في البيبان وفي السراجم، وكان في وسط الدار كيكون واحد 10 سنتيم لا 20 في السقف، كيعملوا بعض الناس كيعملوا في الزرق في شيبي ولا في الزرق. دونك ولا كيخرج البيبان ولا كيعملوه بحال هذاك السنيفه صغيره غير واحد 50 سنتيم طالع على الارض، وكي كيتشعشع تاولا في المدينه كامله. ما بين 2010 و 2013 انتشر اللون الازرق ولاو مشهورين الناس ديال المغرب والناس ديال الخارج، ولاو كيجيو يتصوروا هنا في الشاون بزاف. ولات المدينه واحد استوديو مفتوح بلا ما تحتاج لا فلاش لا حتى شي حاجه، كتولي تسارى في المدينه وكتصور بواحد الطريقه عاديه. حتى الكولور الزرق في الصباح كيكون واحد التصوير رائع، ما بين 9 الصباح حتى 11 كيعطي واحد الكولور واعر في التصوير. وفي العشيه كيكون واحد اللون اخر كيميل للحموره، الزرق مع الحموره كيعطي واحد اللون مزيان حتى هو، يعني في التصوير كيجي ممتاز بزاف. ميمكنش نتكلموا على مدينة شفشاون دون الحديث عن منبع رأس الماء اللي كيشكل أساس بناء مدينة شفشاون.
هذا المنبع كان ولا يزال المزود الوحيد للمدينة بالمياه الصالحة للشرب والزراعة أيضا، وأصبح اليوم قبلة سياحية بامتياز في المدينة. رأس الماء يعني واحد الفضاء طبيعي كيتوفر على واحد المجموعة المؤهلات. كانت هنا يعني واحد على الضفاف ديالو كتتواجد واحد المجموعة الريحي المائية اللي كانوا الناس كيقصدوها باش كيطحنوا الحبوب ديالهم والمنتوج ديال الزراعي ديالهم. ايضا المنطقه عرفت يعني توافد النساء يعني لهذه البلده اللي كانوا هنا كيجيو كيديروا يغسلوا الملابس ديالهم في المناسبات وفي الاعياد، سواء في الاعياد الدينيه او في بعض المناسبات اللي كتكون خاصه. إذا هذا الفضاء يعني شكل واحد الملحمة حضارية لجميع الساكنة وأيضا لجميع الزوار. مدينة شفشاون ما كتجذبش السياح فقط، هي مدينة الفنون والفنانين اللي كيختاروا الاستقرار بها، كيجذبهم الهدوء وجمال مناظرها الطبيعية، والمدينة هي مصدر إلهام حقيقي للفن ديالهم. 83 بعد ما كان المغرب كيعرف واحد التونسيون في مدن كبيرة بحال كازا بحال طنجة تطوان فاس، مشاكل ديال كان الحضور ديال المخزن في الشارع وكذا. انا عشت الانتقال من سنوات الرصاص للشاون الهادئه الساكنه وانا طفل ديال 5 سنين. وانا طفل ديال 5 سنين كنجي كنلقى الشاون الهدوء البروده برد الزروقه بارتو، الناس كتجير بارتو. انا غريب، انا جاي من واحد من الشباب اللي كيجيروش دائما، اذا ما جاش الصباغ ما نصبغوش. ولكن هنايا مدينه في الدروبه كتجبر المراه كتنوض نهار الخميس الجير سطال كتصبح. انا يمكن يعني الانسبيراسيون الحقيقيه ديالي بدات من تماك، بدات من ديك لا فام ديال الجاره اللي كتصبغ الحومه اللي كتصبغ الدار. وباقي كنعقل ملي بديت كنقرا لار ونوصلوا لعند نهضروا على لي طوندونس ارتستيك مثلا ارتو ولا، وانا نتفكر هذوك النساء دائما لانهم ما كانوا كيديروا ديك الضربه بالعفويه، راه كانوا كيديروا اكسيون ابستري بلا ما يعيقوا، اولا كيديروا ايف كلاين بلا ما كيعرفوه. الضوء في شمال افريقيا والضوء في البحر الابيض المتوسط والضوء في مدينه شفشاون هو خاص. فممكن انا مثلا ما عنديش مثلا علاقه مباشره بالعمل الفني ديالي يعكس المدينه، ولكن المدينه حاضره بالظلالها بالالوانها كذلك بالحياكه ديال الجدران بالاركيتكتور بالناس اللي كيعيشوا فيها باللباس. انا صراحه كنوض في الصباح بكري غير باش نشوف النقاوة والهدوء والضوء، وعلى هاد الثلاثة ما يمكنش نمشي برا الشاون، واخا نمشي ضروري نرجع للشاون. مدينة تاريخية، مدينة صوفية، مدينة سياحية، مدينة الفنون. شفشاون هي أيضا مدينة المستقبل بكل مؤهلاتها الطبيعية التاريخية والمعمارية. أصبحت المدينة وجهة مفضلة للسياح المحليين والأجانب. خلال هذه السنوات الأخيرة خضعت شفشاون لعملية تجميل بفضل برنامج إعادة التأهيل الطموح اللي غادي يساهم في تجميل المدينة ويزيد من الإشعاع ديالها، على أمل أن تستعيد مدينة شفشاون رونقها وتأخذ مكان أرقى تضاهي بها أجمل مدن العالم.